نحن مجموعة من الفتيات طالبات في جامعة عدن ومواظبات على أداء الصلاة في أوقاتها، ولكن أثناء الدراسة وخاصة عندما تكون الدراسة بعد الظهر قد تفوت علينا صلاة العصر والمغرب لأننا لا نستطيع أن نؤديها في الجامعة مهما حاولنا ذلك ولأسباب كثيرة. ولهذا نحن نسأل، هل يجوز أن نؤدي صلاة العصر مع الظهر جمع تقديم ونؤدي صلاة المغرب مع العشاء جمع تأخير، وبذلك نسلم من ترك هذين الفرضين كليا أو نسلم من تأديتهما قضاء كما تفعل بعضنا أحيانا؟ أولا، إذا أمكن أن تؤدين الصلاة في وقتها وفي أثناء الدراسة فهذا أمر واجب، وذلك بمراجعة المسؤولين في الجامعة في أن يتيحوا لكن وقتا للصلاة تصلين فيه وترجعن إلى العمل، وهذا أمر سهل لا يكلف شيئا ولا يأخذ كثيرا من الوقت، وهو أمر ميسور. فإذا أمكن أن تحصلن على فرصة لأداء الصلاة في وقتها في أثناء الدراسة فهذا أمر واجب ومتعين. أما إذا لم يمكن هذا وحاولتن الحصول عليه ولم يتحقق، فهنا إن كانت الدراسة ضرورية وفي تركها ضرر عليكن فلا أرى مانعا من الجمع بين الصلاتين على الصفة التي وردت في السؤال، بأن تصلى العصر مع الظهر جمع تقديم وتصلى المغرب مع العشاء جمع تأخير، لأن هذا يعتبر من الأعذار المبيحة للجمع، لأن الفقهاء ذكروا أن من الأعذار المبيحة للجمع أن يتضرر بترك معيشة يحتاجها. إذا كان ترك الدراسة فيه ضرر عليكن ولم تحصلن على فرصة من المسؤولين لأداء الصلاة في أثناء العمل، فالذي أراه جواز الجمع في هذه الحالة. أما أن تصلى الصلاة قضاء كما ورد في السؤال فهذا لا يجوز، أن تصلى قضاء بعد خروج وقتها من غير جمع فهذا لا يجوز. نعم، بارك الله فيكم.